يوم حاسم في أوكرانيا، أربع مقاطعات في البلاد تخضع لاستفتاء يحدد مصير انضمامها إلى روسيا، ويتعلق الأمر بلوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي تسيطر عليها روسيا جزئياً بالإضافة إلى منطقة دونيتسك. يتم صنع التاريخ اليوم، يشارك كل مقيم في دونباس في الاستفتاء. هذا هو الطريق الصحيح نحو الإبداع والتنمية. دونباس مرتبطة بروسيا العظيمة فقط. لقد فعلنا كل ما في وسعنا من أجل إجراء الاستفتاء بأمان قدر الإمكان من أجل مواطنينا الذين سيعبرون بالتأكيد عن رغبتهم ورأيهم بشأن انضمام جمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا. وتشهد عملية التصويت هذه إدانات واسعة من طرف أوكرانيا والغرب، إذ ينظر إليها على أنها خطوة روسية لضم الأراضي إليها، بل وقد تعطي لموسكو ذريعة للادعاء بأن محاولات القوات الأوكرانية استعادة السيطرة هي هجمات على روسيا نفسها، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد كبير للصراع المستمر منذ 7 أشهر، سيناريو يخشاه المواطنون الذين ذاقوا ويلات التصعيد العسكري. تعبنا من هذا الشعور بالضبابية والقلق والخوف على أحبائنا، نريد حياة هادئة ومستقرة فقط، نريد أن يتمكن الأطفال من دخول المدارس، أن يكون كل شيء مسالما بعيدا عن شبح الحرب. ومن المقرر أن يستمر الاقتراع لمدة 5 أيام، ولأسباب تتعلق بالسلامة قام مسؤولو الانتخابات بجلب بطاقات الاقتراع إلى منازل المواطنين وإنشاء مراكز اقتراع مؤقتة بالقرب من المباني السكنية، وسيكون آخر يوم في التصويت أي الثلاثاء المقبل اليوم الوحيد الذي ستتم فيه دعوة الناخبين للحضور إلى صناديق الاقتراع العادية.